يا مساء الفل والجمال والصحة والسعادة على أحلى وأجمل وألطف ناس في الدنيا. حبايبي الغاليين، يا رب دايما متجمعين. والنهاردة طبعا زي ما معروف يوم الحلو للحلوين. النهاردة هنعمل وصفات حلوة جدا، مش كده وبس، كمان هنعمل حاجة طلعة ترند وعايزة أقول لكم إنها تستاهل التجربة. إذا اقعدوا واستنونا كده بعد الفاصل. معروف ان يوم الصيف طويل، ومعروف كمان ان الصيف يحب قوي التحليه الحلوه دي. اذا انت وصفاتنا النهارده كده صيفيه خطيره. اول حاجه طبعا التوت موجود دلوقتي، سواء التوت اللي هو مستورد او التوت البلدي بتاعنا الحلو ده. احنا هنعمل النهارده وصفه حلوه جدا باكتر حاجه موجوده عندنا في الفريزر، يعني بص احنا بنخزنها زي العيش عندنا كده بالظبط، اللي هي ايه؟ طبعا الجلاش. الجلاش بيتعمل حلويات رهيبه، ممكن يتعمل من ابسط حاجه حلوه لاغلى حاجه حلوه، يعني اللي هو ممكن تعمليه بطريقه بسيطه جدا ويبقى حلو جدا. ممكن كمان يطلع من الجلاش ده وصفات خطيره، ممكن لو اشتريناها من بره تبقى مكلفه قوي. اول حاجه يا جماعه هنعملها هو الجلاش بالتوت، حاجه كده كانه كيك ما تفهموش، كأنه بقلاوة ما تعرفوش، بس النتيجة مش عايزة أقول لكم تستاهل التجربة. زمان لما كنت باجي أعمل وصفات ولاقي فيها حليب مكثف أروح ركناها، أنا لسه هشتري حليب مكثف وبقد كده. وبعدين دلوقتي بقى احنا بقينا نعمل حليب مكثف كده، اللي هو بصوا يعني بأسهل حاجة بأسهل طريقة ومقاديرنا بسيطة جدا، اللي هي إيه؟ دايما بقول السكر البودرة قد بالظبط اللبن البودر ونصهم ميه وربعهم زبده. نقول تاني، السكر البودره قدهم لبن بودره ونصهم ميه بتغلي، ميه مغليه درجه حراره 100، وكمان ربعهم زبده، وبضربها بالهاند بلندر او في الخلاط، هيدوكوا احلى حليب مكثف. خلاص بقى دلوقتي بقينا بنعمله في البيت. طيب تعالوا بقى نشوف مقادير الجلاش بالتوت ده قد ايه بسيط وقد ايه تحفه وهيعجبكم قوي. واقول لكم كمان لو ما عندناش توت ممكن نبدلها بايه. يلا، اول حاجه عندي ورقه الجلاش على طول لو قلت في الفريزر. عندي هنا 80 جرام زبده وتلتين كوب سكر، بيضتين، كوبايه ونص حليب مكثف، ممكن نحط مثلا كميه اقل ونحط شويه لبن، وطبعا توت وبس كده. وللتزيين سكر بودره. ايه البساطه دي؟ ايه السهوله دي؟ يعني ايه ده؟ تاني، ورقه جلاش و 80 جرام زبده، تلتين كوبايه سكر بودره، بيضتين، كوبايه ونص حليب مكثف، وتوت، وخلاص كده. دي مقاديري. اول حاجه بقى هجيب الطاجن بتاعي. اظن مقادير تتحفظ هوا، مقادير سهله جدا وتتحفظ بسرعه قوي. اهي قولوا لي بقى انتوا ايه اكتر حلو بتسهلوه في الصيف كده وبتبقوا عايزين تعملوه كل يوم. انا بالنسبه لي الايس كريم ده ما يسيبش الثلاجه الفريزر يعني، وكمان احب قوي كل وصفات الجلاش. معنا مين يا رنون؟ بصوا بقى، اول حاجه بجيب القالب وبدهنه ايه زبده كده زي ما انتوا شايفين اهو، دي اهم حاجه عندي علشان عندي الجلاش ما يلزقش. اوكي، وبعدين عندي بقى لفه الجلاش. انا ما سمعتكيش يا رنا. ها رؤى، يا رؤى. الو، اسمك حلو قوي. ازيك؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. انت قد ايه؟ اول امبارح قعدت ارن كتير. يا روحي حقك عليا. قولي لي انت قد ايه؟ عندك كام سنه؟ 19 سنه. كم؟ 14. اربع، ده انت مادموزيل صح؟ ايوه حبيبتي. عامله ايه؟ اخبارك حلوه؟ الحمد لله. قولي لي بقى، بتدخلي المطبخ تساعدي مامي ولا بس بتاكلي؟ الاثنين. طب لما بتدخلي بتساعديها في ايه؟ يعني ممكن اعمل معاها، ممكن مش عارفه، سامحها معاها حاجات يعني.
طب قولي لي اكتر حاجه بتطلبيها من مامي وتقولك بس يا رؤى دي بتاخد وقت طويل يا رؤى مش النهارده. المكرونه ايوه ماشي ومعاها شاورما. المكرونه معاها شاورما؟ اه يا رؤى المحشي دي او ايه؟ المحشي. محشي؟ لا انت كده طماعه. ليها حق ماما تقول لك بس ده كده كتير وهياخد وقت. حبيبتي سلمي لي على مامي كتير وانا مبسوطه جدا انا سمعت صوتك يا رؤى. كلمينا تاني. حاضر. ماشي يا روح قلبي نورتيني. بصوا السهوله يا جماعه انا كده خلصت بكشكش عندي الجلاش بالشكل ده ويبقى احطه هنا. اهو شايفين لفت جلاش واحده عملت لي قد ايه طاجن. اروح بقى جايبه الخلاط بتاعي واروح بقى حاطه فيه كله اللي هو ايه عندي هنا تلتين كوبايه سكر بيضتين حليب مكثف وبس كده والتوت في الاخر اهو. طبعا هحط كمان زبده فيه نحط كده هنا مكعبين زبده ونحط الحليب المكثف وعاملينه في البيت. بصوا قوامه عامل ازاي خطير مظبوط جدا. ده بقى انا بعمله وبحطه على طول عندي في برطمان وبسيبه بقى بعمل بيه مثلا سبانيش لاتيه بعمل بيه حاجات ايس كوفي بعمل على طول السينامون بقى رولز عندي واروح حطاه عليه. بصوا ده بالنسبه لي يعني الحاجه اللي بعتمد عليها في اي وقت انا عايزه اعمل حاجه حلوه جاهز معايا. نضرب بقى كله. بس كده واروح ايه بقى شايفين نازله على كل ده رايح راجع بقى اهو ريحه الخليط رهيبه ولا ايه رايك يا ام احمد؟ جميله تسلم ايدك على اي حاجه بتعمليها يا حبيبتي ربنا يخليكي تسلمي يا رب يا رب يخليكي حبيبتي. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ طبعا اتفضلي. انا الفرن عندي الشوايه الشمعه بتاعها ما بتنورش زي عطلت او حاجه بس تحت شغال والمروحه وانا هعمل كحك ومنين ينفع اشغل المروحه وتحت بس كحك؟ اه هو الكحك اساسا ما بيتشغلوش من فوق يعني تحت بس ايوه والمروحه ولا مروحه تحت بس كحك بيتحط على درجه على الرف اللي في الوسط على درجه حراره 170 180 بالكتير قوي 10 دقايق ربع ساعة خلاص وتطلعيه ربع ساعة خلاص وتطلعيه تمام. طبعا تكوني مسخنة الفرن قبلها مثلا بربع ساعة تلت ساعة وتطلعيه وتسيبيه في قلب الصاج لحد ما يكمل سواه. بصي انا فوق وتحت لا بصي انا بالنسبة لي الكحك يعني ما يبقاش واخد لون من فوق. انا احب الكحكاية البيضة زي الغريبة كده الكحكايه البيضه دي زي بتاعه افخر الاماكن اللي بتعمل كحك. الكحكايه الغامقه دي انا بالنسبه لي استوت زياده. ايوه وبعدين الكحك برضو لما بيكون مستوي صح تحسي كده ان هو يعني قطمته مظبوطه لا هو ناعم قوي ولا هو ناشف زي البسكوت. يعني الكيلو حط 600 جرام سمنه؟ الكيلو لا 500 جرام. 500 الدقيق نصه السمنه ليه؟ علشان يبقى مظبوط قوي ما يبقاش ناعم زياده. ايوه فاهماني؟ نص المقدار بيكون سمنه ناعم جدا. وثلاث معالق سكر وثلاث معالق كريم شانتي. وانا بحط بيكنج باودر ودي كانت بالنسبه لي يعني اختراع. ما بحطش خميره. خلاص زي المحلات الكبيره بتحطي بيكنج بقى ما بتحطش خميره. مش عايزه اقول لك كان رهيب احلى من اللي بالخميره مليون مره.
تسلمي لك على اي حاجه، يعني ما ولعتش فوق خلاص مش مشكله عندي فوق. لا خالص خالص. فوق دي بقى فوق دي لما تكوني عايزه تدي لون حاجه جراتان كده اللي هو لون ذهبي. فاهماني؟ انا عندي زيك برضو عندي مشكله الشوايه في الفرن بتاعي، لما اكون عايزه اخلي حاجه تاخد لون بسخن الفرن كويس جدا وادخلها. خلاص بس ماشي، وطمنيني على الكحك. ماشي حبيبتي، ماشي. نورتيني نورتيني يا حبيبتي. بصوا بقى عندي هنا الخليط عامل ازاي، وزعت عليه التوت كمان رهيب وريحته حلوه قوي قوي. تعالوا بقى ندخله الفرن ونقول الو يا ست ام طارق. الو الو، وحشتيني وحشتيني ست ام طارق، هنادي عليكي. طيب ماشي، ارجعي كلميني تاني يا حبيبتي. احنا كده هنعمل كمان حاجه حلوه قوي، هي ترند. ايه الترند اللي ماشي اليومين دول؟ كل ما نفر كده نلاقي ايه، وعملنا الايه بقى. بعد الفاصل هنعرف هنعمل ايه. استنونا. هذا البرنامج برعاية نادرا لما الاقي حد ما بيحبش الشوكولاتة، يعني نادرا طبعا، يعني الشوكولاتة ليها عشاق، وطبعا في اللي بيحبها دارك، وفي اللي بيحبها ملكي يعني فيها لبن، وفي اللي بيحبها محشية كراميل، في اللي بيحبها محشية جوز هند اللي هي مش هقول اسمها يعني، وفي اللي بيحبها محشية. دلوقتي ايه الترند؟ ايه الترند؟ شوكولاتة يا جماعة، وغالية جدا، غالية غالية قوي. طبعا اكيد عرفتوا ايه اللي بتكلم عليها، شوكولاتة محشية كنافة بزبدة الفستق. تاني، شوكولاتة محشية كنافة بزبدة الفستق. واحنا اللي بنعمل كل ده، دي طريقة عمل شوكولاتة طالعة ترند حلوة قوي قوي قوي. وبصراحة انا ما بجريش ورا اي ترند، بس في حاجات كده تحس انها تستاهل التجربة، يعني لا تمام تعالي هعملك. فاستعدوا كده بقى علشان هنعمل ايه الشوكولاتة الترند الخطيرة. يلا بينا. اول حاجة عندي هنا ايه، ربع كيلو كنافة. بصوا بالشكل ده تكون يعني مبرومة مفرومة ناعمة خالص بالكبة، او تكون في الفريزر وننعمها بالطريقة دي بالسكينة. تمام تمام. عندي زبدة، هحمر الكنافة في الزبدة، وبعدين عندي بقى زبدة الفستق، زبدة الفستق والوان الدست الذهبي دي اللي هي شايفينها هي دي، وبعدين عندي بقى شوكولاتة خام بيضة، وشوكولاتة بلبن على شوكولاتة خام يعني سود، يعني شوكولاتة مش بيضة، فاهميني؟ يعني دي شوكولاتة اهي، دي بلبن، ودي شوكولاتة خام، تمام؟ ودي شوكولاتة بيضة. انا عايزة التلات حاجات دول، وهي دي الشوكولاتة ترند. هنعملها النهاردة بالطريقة المظبوطة اللي تطلع معاكي ناجحة جدا. طبعا هي بتتعمل بشوكولاتة ملكي اللي هي فيها لبن، احنا هنعملها بالاتنين، ميكس الاتنين. اول حاجة بقى هعملها ان انا احط عندي الطاسة على البوتاجاز، وبعدين اروح احط عليها الزبدة. واحط عليها الكنافة. واحمرها في زيت، طبعا ممكن نحمرها عادي في زيت، ممكن بس انا بنقول لكم يعني ايه افضل طريقة. نحمر بقى عندنا الكنافة، تمام؟ وعندي هنا الشوكولاتة اللي هي ملكي على شوكولاتة خام خالص دارك كده، وعندي كمان الوايت شوكليت بسيحهم بمعلقة زيت كده بسيطة، معلقة واحدة واحدة. الشوكولاتة البيضاء اهي مسيحاها، طبعا هي اساسها
الشوكولاته اللي هي الشوكولاته العاديه مش الشوكولاته البيضاء، ولكن احنا هنعملها زي ما بقول لكم باحلى طريقه، علشان هي هنعملها مره نعم هتعجبنا ماشي، فهنكررها فلازم تبقى ناجحه. انا بعتلك حاجه. طيب بصوا بقى بقعد احمر فيها كده خلاص، واقول الو يا ست الكل. الو يا حبيبه قلبي. حبيبتي ازيك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، عامله ايه انت؟ الحمد لله بخير، عامله الحلو كله. هو في شوكولاته تعمل شوكولاته برضو؟ عيتي ده جبره بخاطري. لا والله اصل انا شوكولاته مسخه، فقلت اعمل شوكولاته حلوه. لا 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 لا، ازاي بقى ما تقوليش كده؟ ربنا يخليك. لا يا حبيبه قلبي، ده انت حته شوكليت كده جميله يا روح قلبي. ربنا يخليك والله يا حبيبتي، ربنا يسعد قلبك يا رب. حياتي يا ربنا يخليكي ليا، كل حاجه جديده كده بتعمليها لنا جميله بجد والله. يخليكي ليا. قولي لي اكتر حلو يعني بتستسهليه كده في الصيف انك تعمليه؟ بستسهله في الصيف؟ تقولي يعني ايه؟ اما ارطب على نفسي كده بشويه حاجه حلوه كده يعني، او مثلا يكون عندك الحبايب. الحبايب ممكن ايس كريم. ايس لكن كريم. الحبايب بقى لما يكونوا موجودين ممكن تورتايه، ممكن تشيز كيك، اي حاجه كده بتبقى. لا دي حبايب بقى بجد. يعني ده كله بيحصل وكله بيطلع وكله بيتعمل. بجد صراحه. طبعا طبعا يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليهم. ربنا يا رب. ربنا يخليكي يا حبيبتي. عايزة بابا عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله الحمد لله، ربنا يخليكي. ربنا يديله الصحه والعافيه يا رب. ربنا يخليك. شكرا. خلي لك ماما الجميله حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. ربنا منك ابدا ولا منك يا رب، يخليكي ابدا. وسلامي لكل كرو البرنامج الجميل المحترم. يوسف. ربنا يسعد قلبكم كلكم يا رب. حبيبتي ودايما سامعين صوتك بكل خير يا رب. يا حبيبتي شكرا ليكي قلبي. نورتيني يا حبيبتي، مع الف سلامه. بصوا بقى انا هنا بحمر فيها، طبعا ايدي فيها علشان دي زبده ما تتحرقش، واحمر فيها على طول. ممكن احط لها شويه زيت برضو اهو، وكل الدهون دي في الاخر هتلاقوها بترد وبتخلص منها. يعني هوريها لكم دلوقتي ازاي. طب انا عندي هنا زي ما قلت لكم شوكولاته بلبن، وعندي شوكولاته دارك اهي. طب اللي باللبن طبعا بتكون فاتحه شويه، وشوكولاته الدارك اهي غامقه. تعالوا شوفوها، هتلاقوا لونين عندي. شوكولاته بس في لونين، الشوكولاته الفاتحه اهي والشوكولاته الغامقه. طب ليه انا بحط الاثنين مع بعض؟ علشان تبقى القطمه مظبوطه والطعم كمان مظبوط كده، ومتبقاش سايحه مني. الاثنين مع بعض هعمل ايه؟ هحط معلقه زيت واحده على الشوكولاته اهي، معلقه زيت واحده تمام، وانا مسيحه دي بنفس الطريقه الشوكولاته البيضاء. وبعدين اروح احطها في الميكرويف على طول كده، احطها في الميكرويف واطلعها كل مثلا 10 ثواني 20 ثانيه، واروح عامله ايه؟ مقلباهم دخلات تاني. معانا مين؟ يا عم حسين. يا عم حسين. ايوه يا مساء الفل يا شيماء. ازيك يا عم حسين، عامل ايه اخبارك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير، انت عامل ايه؟ الحمد لله، يوم الحلو للحلوين. أيوة. وشيف بيبان. ربنا يخليك دايما دايما بنعمل احلى حلويات. ربنا يخليك يا عم حسين. قول لي يا عم حسين، ايه الحلو كده الصيفي اللي بتحبه؟ نعم، ايه اكتر حاجه حلوه في الصيف بتحب تحلي بيها؟ الايس كريم. والله ما حبيت عليك. ده بص يعني معشوقه الجماهير. ايوه. ربنا يخليك يا عم حسين. الله ربنا دايما سامعين صوتك. تسلم ايديكي ويسلم فريق العمل كله المحرضة والله. ربنا يخليك، شكرا شكرا. شكرا لحضرتك. مع الف سلامة. بصوا خلاص اتحمرت عندي. طبعا بالزبدة طعمها هيكون رهيب مع الشوكولاتة. انا جاية يا جماعة من واحدة دائت وعامل شوكولاتة، بقول لكم بجد تستاهل التجربة حقيقي حقيقي. وانا زي ما بقول لكم مش كل حاجة ترند بحب اعملها، بس في حاجات كده لا يعني اللي هو ايه، وبعدين رقمها مبالغ فيه قوي عشان تشتريه، وهي علشان هي ترند عشان هي حاجة جديدة، ولكن هي اهي سهلة جدا. خلاص كده انا خلصت الكنافة واتحمرت معايا،
هرفعها اهي من على النار واروح جايباها هنا مقلباها شويه. وعندي غيرها بقى بارد، لازم تبرد معايا. خلاص اهي عندي غيرها بارد، هعمل ايه؟ هروح حط عليها دي زبده الفستق، دي زبده الفستق. ولو مش لاقيينها او هتلاقوها غاليه فتعالوا اقول لكم بتتعمل ازاي. احط كده ايه، اروح عامله كده. هقول لكم بقى دي بتتعمل ازاي. هتجيبوا الفستق وتحطوه فيه مطحنه التوابل وتطحنوه كويس جدا، تطحنوه كويس جدا. ممكن تحطوا عليه حليب مكثف محلى، ممكن تحطوا عليها شوكولاته بيضه، ماشي؟ وهتكون النتيجه حلوه قوي، اما حليب مكثف محلى اللي احنا لسه عاملينه، يا اما شوكولاته بيضه، والنتيجه بتكون حلوه جدا. ممكن كمان مكعبين زبده، وبضرب كل ده تاني في الكبه. واقول الو يا ست ام طارق. يا حبيبه قلبي وحشتيني. وانتي كمان عامله ايه يا ست؟ والله انا ما بعرف اخش لك خالص وحياه ربنا. يا روحي حقك عليا، دي انتي وحشاني خالص. والله وانتي كمان يا بيبا، والله وحشاني جدا جدا. حبيبتي ربنا يخليكي، عامله ايه؟ انا الحمد لله والله. وحبايبك واحفادك كلهم بيسلموا عليك، وكل يوم يقولوا لي انت مش بتكلمي تيتا، بتكلمي طنط بيبا ليا تيتا. يا روح قلبي. والله يبارن، بس ما بيردوش والله العظيم. حبيبتي معلش حقك عليا. انت عامله ايه وصحتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. ولادك عاملين ايه؟ الحمد لله زي الفل. ربنا يخليهم لك ويبارك لك فيهم حبيبتي. والف سلامه على باباك، انا سمعتك وانت بتتكلمي والله، بس حاولت والله العظيم حاولت اخش ما عرفتش والله. يا روح قلبي ربنا يخليكي، كلك واجب والله. ربنا يحبس فيكي خلقه يا حبيبه قلبي ويسعدك حبيبتي. يا رب يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم يا حبيبتي. لا بجد انت يعني انت حاجه كبيره قوي عندنا. يا روح قلبي وانتوا كمان حاجه كبيره قوي عندي، ما تحرمش منكم ابدا ربنا ابدا. ربنا يسعدك يا رب. حبيبتي قولي لي بقى، بتحبي في الصيف تحلي بايه؟ مش غير هو زي ما انت بتقولي كده، الزلاتي. انا كل شويه ابعت العيال يجيبوه، راحوا هاتوا النزلات، راحوا هاتوا النزلات. الله الله الله. طب اعزميني. يا لهوي اتكريني اعمله ده، انا ابعته لك لحد عندي. يا روح قلبي طبعا ربنا يخليك. ده انا اللي جايه دلوقتي عشان اللي انت بتعمليه ده. ربنا يخليكي دايما عامر. الله يبارك فيك ودايما سامعة صوتك بكل خير يا حبيبتي. يا رب يخليكي حبيبتي قلبي ويسعدك يا رب. شكرا ربنا يسعدك حبيبتي. يا بيبي شكرا حبيبتي، مع الف سلامه مع الف سلامه. بصوا كده انا جهزت هنا خلاص الكنافه بزبده الفستق، قلت لكم كمان بنعملها علشان لو رحتوا اشتريتوها هتلاقوها غاليه. عندي هنا كمان الشوكولاته مالها ساحت اهي. خلاص تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. نجيب قالب كده حلو اهو. بصوا لازم، حاضر، لازم 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 علشان اعملها عايزه حاجه سيليكون زي دي اطلعها منها بعد ما تجمد اهو، حاجه سيليكون عشان تطلع لي شوكولاته خطيره شكلها حلو. عايزه اقول لكم القوالب السيليكون دي بتتجاب بفلوس يعني بسيطه جدا من عند مستلزمات الحلويات، بتتجاب بفلوس بسيطة جدا من عند مستلزمات الحلويات، أي شكل أنت عايزاه ماشي، ويكون ارتفاعه كده حلو. إيه يعني هو ده يعني تقريبا سنتي إلا حاجة بسيطة عشان تعرفي تحشيها. خلاص ده قالب سيليكون علشان لما نعمل كده نعرف نتحكم فيها. بحطها هنا بقى على إيه، على حاجة كده ناشفة. بصوا بقى أول حاجة بتاع ده أنا فتحته وأنا بعمل وانا بعمل النسخه لقيتهم كلهم بيجروا من حواليا. ليه الموضوع انتشر قوي وكان على شعرنا وليله؟ بتخلي بالك وانت بتستخدميها. دي الوان دست ماشي، بتجيبي كده بالفرشه وعلى القالب هنا وتروحي عامله كده، بتجيبي بالفرشه وعلى القالب هنا وتروحي عامله كده اهو، تمام كده اهو، بتغطيها كده. ليه بقى؟ يا نهار ابيض على شكل الشوكولاته لما بتطلع بعدها. كتروا كده علشان هو بيروح شويه مع الشوكولاته او مثلا النوع بتاعه. بصوا بصوا حطيت هايلايت طبيعي اهو، هايلايت طبيعي، تمام. هعمل ايه بقى؟ عندي بقى الشوكولاته البيضة اهي، واروح جايبه معلقه زي الفل
الشوكولاته البيضة اللي احنا مسيحينها بمعلقه زيت. بصوا هروح عامله كده، حاطه كده بالشكل ده. مش عايزين تسيحوها بزيت خالص، براحتكم. شايفين بحطها زي في القالب شكل كده عشوائي، وبعدين انزل بقى بالشوكولاته اللي هي الشوكولاته واروح عامله كده، اغطيها تماما. اغطي الشوكولاته البيضة واغطي الالوان كمان، مش كده وبس، ده انا بعمل حركه بخليها الجوانب وكل حاجه، وباخد كفايتي من الشوكولاته اللي انا عايزاها. اهو هعمل ايه، اعمل كده وبعدين اعمل كده كده. شايفين؟ وبعدين هعمل ايه دلوقتي، اروح اجيب طبق مش هبهدل ده عشان ده هدخله، واروح عامله كده. كل الزياده بقى تنزل، كل الزياده ايه تنزل اهو، علشان تديني طبقه حلوه متناسقه في كل حاجه. انا بعمل كده ليه؟ بوزع عندي هنا شوكولاته في كل حته اهو. شايفين؟ تماما اهو، لحد ما تقولي خلاص انا اخدت كفايتي. لازم اعمل كده علشان تكون متناسقه في كل حاجه، الطبقه طبقه، الحشوه حشوه، بس كده خلاص. اروح عامله كده واروح ماسحه بقى الاطراف عندي بمناديل. بص انا بعملها يعني بطريقه يعني ما فيهاش نسبه بصراحه انها تكون شكلها مش حلو اهو، يعني ننفذها حلو. بمسح بقى الاطراف دي وبسيبها المفروض في التلاجة او في الفريزر تمسك نفسها. تعالوا بقى لحد ما تنشف شوية نروح لفاصل ونرجع نشوف هنحط عليها ايه. استنونا. بصوا بقى ريحته اصلا رهيبه، بصوا شكله عامل ازاي، الجلاش بتاعي اللي بالتوت تحفه تحفه، وريحته حلوه جدا. بصوا بقى اختياري ان انا ارش عليه رشه السكر البودره كده، شايفين اهو، حاجه بسيطه قوي كده عليه، وبعدين نبدا نقطعه. واخد لون طبعا تحفه، وهو حاجة سهلة ومش مكلفة. وطبعا ممكن ابدل التوت لو مش عندي، ممكن ابدله بايه، ممكن ابدله بفراولة برضه هتبقى حلوة جدا، بمانجا. بصوا اي حاجة اي حاجة هتديكوا نتيجة حلوة جدا، بس التوت علشان احنا في موسم التوت فبحب ادخله في وصفات كده حلوة. وطبعا اخر حاجة ان احنا نقدمه وناكله. شكرا. طيب لحد ما الشوكولاتة تمسك نفسها، مش هوريها لكم، نجيبوهاش كانها مش معانا، ماشي؟ مش حطيناها، شكلها مبهر بصراحه. تستاهل ولا ما تستاهلش؟ اسامه اصلي كان بيقول لي ايه انها، لا دي معصلجه قوي. تستاهل بجد التجربه، هتعجبكم جدا. طيب دلوقتي بقى الحاجات الحلوه دي بتكون عايزه مشروب خطير كده من اللي احنا بندفع فيه فلوس كتير في الاماكن اللي احنا عارفينها. تعالوا بقى نعملها في البيت باسهل طريقه، هو مثلا ايس كوفي بشوكولاته، ايس كوفي بالكراميل. اهم حاجه عندنا هي ايه، ازاي نعمل الفوم بتاع الايس كوفي. ازاي نعمل الفوم بتاع الايس كوفي؟ بعمل ايه، 3 معالق عندي هنا نسكافيه ويقدهم سكر، خلاص 3 معالق نسكافيه ويقدهم سكر وشويه ميه بساط جدا، ميه مغليه اهي، حاضر. وبعدين اضرب كل ده، ايه
بصوا بقى، بقى عندي فوم فاتح ازاي وخطير، ولسه برضو هضرب فيه شوية تاني علشان كل ما بنضرب فيه كل ما يفتحه قوامه بيتقل. بما اننا بنعمل حاجه في البيت بقى، فتعالى اقول لكم كمان انا ممكن اعمل ايه صراحه نفرح بيه اكتر من الولاد. بصوا بقى، انا عندي هنا اصلا كده كده شوكولاته انا مسيحاها، صح؟ اهي تمام، تعالي كده. فهروح جايبه الكاس وعامله كده اهو اهو، واسيبها لحد ما تتصفى تماما، حاجه كده بسيطه قوي. وبعدين عندي هنا سبرينكلز الوان او شوكولاته بس او مكسرات اللي موجوده عندك، اللي موجود عندك هيقضي اي حاجه. لازم بس اصفي الشوكولاته علشان ما تشليش هنا. بصوا شكل الكاس بقى عامل ازاي، شايفينه؟ مبهر صح؟ تحفة. طيب هعمل ايه؟ هروح جايبة كراميل زي ما قلنا او شوكولاتة، واروح حطاه كده هنا. اعمل التاني اهو معايا، واروح مقلباه هنا كده اهو. افكار بسيطه جدا موجوده، يعني عايزه اقول لكم موجوده عندنا، احنا ما اشتريناش حاجه في الوصفه دي اهي. طبعا تنفع لو عندنا ضيوف، هتبقى بالنسبه لهم حاجه الله، يعني ايه الاحتفال بمجينا ده. بس كده ايه، نحط مثلا شوكولاته هنا زي ما بقول لكم زي ما بنحب اهو. وبعدين هروح حط هنا الفوم، عايز يتضرب تاني. او اقول لكم اعمل ايه بقى، تعالوا اقول لكم على طريقه حلوه جدا برضو، ان انا بروح حاطه تلج. مش هو بيقول لنا ايه قطع ولا مضروب، احنا هنعمله ايه زي بتاع بره بالظبط اهو، ومعاه اللبن كمان، ونضرب. نقول الو يا تغريد. بس كده، الله الله، اتفرجوا بقى معايا واحنا حاطين الحاجات الحلوه دي. شايفين تقيل ازاي وفي فوم ازاي؟ وخليناه بلندنج كده، التلج تحفه. طبعا مش هيفوتنا ان احنا ايه نروح رشين ايس كريم، بس اتاكد انه تمام. اه اهو، ايه رايكم؟ وكمان ناخد شويه مكسرات، سوري سبرينكلز الوان، نحطها هنا اهي، وبس كده تحفه والف هنا، يتشرب على طول. اخد مننا وقت خالص، وحاجه مرطبه جدا، وحاجه كمان لذيذه، والولاد دلوقتي بقوا اصلا بينافسونا في حب الحاجات دي اهو. طبعا نقدر نعمل بقى الكميه اللي احنا عايزينها. خلاص طيب، تعالوا بقى نرجع لمرجانا ونشوف الشوكولاته بتاعتنا بعد ما مسكت نفسها هعمل فيها ايه. اهي بشيل السبرينكلز دي، خلاص انا خلصت. بصوا بقى، الشوكولاته عندي هنا مسكت نفسها. لا مش دي، انتوا كده حرقتولي المفاجاه يا جماعه. اهي الشوكولاته دي اللي احنا عاملينها، اهي الشوكولاته دي، خلاص دي خلاص جمدت في التلاجة اللي انا لسه عاملاها معاكم. هعمل ايه بقى؟ هروح جايبه الكنافه
بزبدة الفول السوداني وأروح عاملة كده كده وخليها كلها حتة واحدة. واخدين بالكم حلويات إنما إيه تستاهل التجربة بجد، لأنها ميكس كده ما بتهيليش إن احنا جربنا حاجة زي كده قبل كده. وعايزة أقول لكم بقى في الافتكاسات بدأت تطلع، اللي هو إيه، نبدل عندنا الكنافة بالجلاش ونقول إيه شوكولاتة محشية بقلاوة، مش عارفة إيه نبدلها بإيه ونقول شوكولاتة كده بقى. عارفين كله إيه أطلق عنانه بقى في التفكير وبدأ إيه يعمل أفكار كتير. إحنا ابتدينا بالأصل بس كده. معانا مين؟ واروح منزله بالشوكولاته تاني. الو يا تغريد. الو، ازيك؟ ازاي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله يا حياتي، انتي اخبارك؟ انا بحب حضرتك جدا يا روح قلبي، ربنا يخليكي ليا من القلب للقلب يا تغريد. كمان قوي والله، بحب حضرتك جدا والله. يا حبيبتي ربنا يخليكي ليا والله، وانا بحبكم من كل قلبي في البرنامج والله، بحب حضرتك قوي يا روح قلبي، وانا بحبكم من كل قلبي وبحب اسمع صوتكم، بحب اتونس بيكم واتعرف عليكم، ده حقيقي حبيبتي والله العظيم. كل حاجه بتعمليها كويسه وكل حاجه جميله. يحلالك الدنيا يا حبيبتي، يحلالك الدنيا. انت تكلميني منين؟ من السويس. اهلا بيكي يا روح قلبي بكل اهل السويس. اهلا بيكي انت والله. قولي لي، بفرح اول ما بشوفك. نعم، بفرح قوي بشوف حضرتك في التلفزيون يا روح قلبي، خليكي ليا، وانا بفرح قوي اني سمعت صوتك وبسمع صوتك على طول. طب قولي لي بقى، ايه اكتر حاجه حلوه بتحبيها في الصيف؟ طبعا البطيخ. البطيخ بتاكليه كده بس ولا بتشكليه مثلا تعملي ايس كريم، تعملي عصير؟ قولي لي. لا بصراحه بحبه كده بس. والله يا بنتي انت يعني قلتي كل حاجه صح. قلتي كل حاجه صح. ساقعه من الثلاجه وبتتاكل كده على طول. بجد برافو عليك. وحته جبنه بقى اسطنبولي جنبها؟ او طبعا. الله الله الله، طبعا. وعيش مقمر بقى وايه. الله 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 الله، انت عندك حق. حبيبتي حبيبتي نورتيني. طبعا الشعب المصري. نورتيني يا روحي، دايما سامع صوتك بكل خير ان شاء الله. ايش يا حبيبتي، مع الف سلامه. بصوا بقى، بمسح الاطراف كويس جدا علشان ما تتعبنيش لما اجي افك وافضل اقص منها اهو كلها. خلاص هعمل ايه بقى؟ خلاص كده مسحت كل الاطراف، هعمل ايه؟ بدخلها التلاجة مش اقل من ربع ساعة. ربع ساعة بس كده، ربع ساعة. وبعدين بقى نشوف النتيجة. بصوا بقى عاملة ازاي، بقلبها طبعا وبفتحها. بصوا بقى الالوان عامله ازاي، بصوا شكلها. عايزين نفتحها اهي، اهي اجيبها لكم فين، عايزه افتحها. ماشي، بص اهي، بصوا عامله ازاي شكلها. اروح عامله ازاي بقى كده، فتحيها، شايفين من جواها محشيه ازاي بقى، كنافه وزبده الفستق، خطيره تعجبكم جدا. بصوا شكلها، انا عامله القالب تاني، تطلع معانا نساوي الاطراف. لو يعني تخيلوا، دي بيقولوا انها يعني تقل عن ما اعرفش بكام، بحاجات بسيطه قوي، ما خدتش معانا وقت ونفذناها قبل الهواء مباشره. الوان الدست دي بتديها شكل كمان ورونق، كمان الشوكولاته البيضه بتديها شكل حلو جدا، ولانها مش باينه قوي ولكن هتحس ان هي مفتحه الموضوع. تستاهل التجربه حقيقي حقيقي يعني. لا حلوه، من الحاجات الترند اللي تسهل التجربه. بس وخلصت حلقتنا، عملنا النهارده الشوكولاته الترند المحشيه بالكنافه وزبده الفستق، وعملنا كمان جلاش بالتوت، خطير. وايه ده، ماله نزل كده ليه، بصوا الفوم قد ايه. وعملنا كمان المشروبات الحلوه اللي ممكن تكون ايس كوفي بالكراميل، ايس كوفي بالشوكليت، حاجات حلوه جدا هتنفعكم. بصوا الفوم عامل ازاي، طبعا هبط بقى شويه وايه وينزل، وحطينا عليه كمان الكريم شانتيه، وبصوا زيناه ازاي. بس كده، دي كانت حلقه النهارده، يوم الحلو حلوين. عايزاكم بقى تجربوا كل الوصفات دي وترجعوا تقولوا رايكم فيها. بحبكم من كل قلبي، اشوفكم بكره على خير ان شاء الله، من واحده لاتنين، حياه الرابعه صباحا، باي باي.